لا أنا لا أقول يجوز التحذير من أهل البدع والحزبين، أنا أقول يجب التحذير من أهل البدع والمتحزبين والذين يريدون أن يفرقوا صف الأمة، يجب التحذير منهم، يجب التحذير من هؤلاء. يجب على المسلمين أن يكونوا صفا واحدا، أن يكونوا يدا واحدة. لا يجوز تفريق صف المسلمين بهذه الأحزاب، يجب أن يكون المسلمون جميعا شيئا واحدا، كمثل الجسد، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وحبي وبغضي لك بقدر قربك وبعدك من الله سبحانه وتعالى، لا بالتزامك بحزب ولا غير ذلك من الأمور، أبدا ابتعدوا عنها. وأي شيء سري ابتعد عنه، أي شيء سري ابتعد عنه، أي شيء تحت الطاولة ابتعد عنه، خلك بالوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعوته واضحة علن صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يقال في غرف خاصة أو كذا، لا يجوز هذا الأمر أبدا. وهذا ولا يعني هذا أننا ضد التنظيم أبدا، التنظيم مطلوب، بل لا يمكن أن تقوم يعني قيامة المسلمين وتستقر شؤونهم إلا بالتنظيم، لكن فرق عظيم بين التنظيم وبين التحزب. نعم.